حاجه كمان الامهات اللي عندها توأم بتشتكي منها دايما، بيحسوا ان في واحد منهم عنده مشكله في ثقته في نفسه، مهزوزه. ليه؟ لما بنفضل نسمح للتوأم يقعدوا مع بعض كتير من غير ما نكون احنا مديين وقت نصلح ان هما مش نفس الشخصيه حتى لو توأم متطابق. فما بيفضلوا يقعدوا مع بعض كتير في توأم بيكبر على التاني. مهما قلنا انتوا توأم انتوا مع بعض، مين الاكبر؟ انا. خلاص انا اكبر بخمس دقائق، يبقى انا الكبير وانت الصغير. وبيتخانقوا، يعني الواحد بيبقى عنده توأم بيقول مش هيتخانقوا، هيتصاحبوا على بعض، بيتخانقوا بالعكس برضه. بيتخانقوا اكتر عشان التنافس ما بينهم اكبر، عشان ما خدتش وقتي لوحدي ان انا اخد احتياجاتي من مامتي. صح. هي الفكره كلها ان دايما بنحتاج ريسبونسيف كير. ريسبونسيف كير بمعنى اما الطفل يطلب حاجه اديها له. التوأم عمري ما هلحق ادي لده احتياجاته كامله واحتياجات التاني كامله، دايما بيبقى فيه تنافس ما بينهم. فمن غير ما اوضح له ان شاء الله حتى خمس دقائق انا بتاعتك لوحدك، انت كانك طفل لوحدك، الدنيا هتستقر كتير. احنا بس لو نقسم الوقت ونقسم الدنيا فعلا الموضوع هيبقى مش بكميه طويله، ده هو خمس دقائق 10 دقائق. خمس دقائق و10 دقائق دول بالنسبه للوقت الطويل او لطول اليوم ولا حاجه.